انا اشتريت 18.55. السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. انا النهاردة اشتريت عدسة 18.55، كانون 18.55. اعتقد كلنا عارفين العدسة الكيتلينس اللي بتيجي مع الكاميرات وكل الكلام ده، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ايه هي افضل عدسة تبدأ بها يوتيوب. والنهاردة انت هتطلع باستفادة كويسة جدا، لان انا عرفت كمية معلومات عن العدسات وعن الحوار بتاع العدسة اللي تبدأ بها يوتيوب. وناس كتير قالت 50 ملي، ولكن النهارده انا مش هقول لك جيب 50 ملي، وفي يعني موضوع كبير قوي انت المفروض انك تفهمه النهارده عشان لما تيجي تبدا يوتيوب وتشتري كاميرا دي اس ال ار باذن الله. تيجي لما تيجي تشتري العدسه ما تفرطش في ال 18.55 ده اول حاجه. تاني حاجه يعني حاول كده تبدا بيها كده وتسمي الله بيها، ولما تيجي تجيب عدسه هتعرف هتجيب ايه النهارده. تمام، ركز معايا بقى. اول حاجه ال 50 ملي ممتازه جدا، لو انت عندك الاوضه واسعه 50 ملي هتبقى معاك احسن عدسه انت ممكن تشتريها. ده ليه؟ لانها بتتميز بفتح العدسه واسعه جدا، حتى اوسع من فئات سعريه كبيره جدا. يعني في فئات سعريه مثلا ب 7000 و8000 وفتح عدسه بتاعتها 2.8، اما انك تلاقي 1.8 فتح العدسه في فئه ال 2000 جنيه او ال 2000 وشويه 2200 مثلا، فصعب جدا جدا جدا. ف 50 ملي انت تعتبر احسن عدسه فعلا تبدا بيها يوتيوب، تعتبر احسن عدسه فعلا تبدا بيها يوتيوب لو الاوضه عندك 5 متر فيما فوق. تمام، 5 متر فيما فوق. انا الاوضه عندي 3 متر في 4 متر تقريبا، او يعني طولها 4 او 3 مش فاكر، فيعني حاجه كده. المهم طولها تقريبا 4 متر، فده صعب جدا في 50 مللي، ومش جايباني كلي زي ما انتم شايفين، يعني ناقص كتير قوي 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 مني، لازم اوطي كده ومش عارف ايه حوارات كده. فال 50 مللي كويسه ولكن محتاجه اوضه واسعه. فانت هتنتقل للحاجه اللي بعد كده، عايز حاجه اقل شويه من 50 مللي، مش اقل في السعر، اقل في البعد البؤري. يعني مثلا هنا 18.55، من 18 لحد 55، من 18 مللي ل 55 مللي. تمام، دي معناها ايه؟ معناها ان فيها زوم تقريب وتبعيد. تمام، فزوم التقريب والتبعيد ده مهم جدا 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 في اليوتيوب. لو انت مثلا جاي تعمل مراجعه لحاجه كبيره هتحتاج انك تعمل زوم، مش هتحتاج تبعد، لان الاوضه عندك لو ضيقه، انا بتكلم في حته الاوضه لو ضيقه مش هتقدر تبعد وتطلع بره الاوضه والكلام ده كله، لا انت ممكن تعمل زوم وتقرب وتبعد. فلو انا وريتكم وهوريكم يعني دلوقتي الفرق بين القعده اللي انا قاعدها دي بالعدسه اللي معايا حاليا ال 55 ال 50 مللي وال 18 55، لو وريت لكم الفرق فرق كبير، فرق كبير وهتشوفه دلوقتي. ولكن خلينا نتكلم عن بقيه العدسات. في عدستين بس انت هتستخدمه اليوتيوب ومش هتجيب غيرهم. لو انت اوضتك ضيقه زي اوضتي كده، لو واسعه احنا قلنا 50 مللي مفيش بعد كده خلاص، 50 مللي 100%. تمام، لانها سعرها كويس 2200 جنيه تقريبا، وكويسه جدا جدا جدا، وعدل رهيب وكل حاجه فيها جامده. لكن لو انت اوضتك ضيقه هتجيب عدستين بس، يعني هما دول اللي انت تفكر فيهم. اول حاجه وسعرها متوسط هي العدسه ال 24 مللي، ولكن فيها بعض المشاكل. اول حاجه فتح عدستها 2.8، ودي مش قليله، دي كويسه جدا ومناسبه جدا جدا جدا. على فكره انا بصور ساعات بصور بفتح عدسه 2.5، ف 2.8 مش هتفرق معاك خالص في الاضاءه. يعني انت عايز اضاءه كويسه، او حتى الاضاءه اللي 2 سوفت بوكس دول هيعملوا معاك الواجب. تمام، فدي حاجه. فانت لو جيت تعمل بعدسه 24 مللي، مشكلتها بس انها مش موجوده في مصر، هتضطر انك تجيبها من بره مصر من امازون او حاجه، هتلاقيها رابط اسفل الفيديو، حاول تشتريها لو انت حبيت تبدا يوتيوب بقى. عدسه حلوه ورخيصه مش غاليه، يعني مثلا لو نزلت مصر هتنزل ب 3000 جنيه تقريبا، بالدولار ممكن تعمل لها، هي ازيد من ال 50 مل، ازيد من 50 مللي ب 50 دولار. يعني شوف كده الفرق هيبقى كام، هيخش لها مثلا في حدود 150 دولار مثلا، حاجه زي كده يعني تقريبا 150 دولار. المهم يعني خلينا نتكلم في العدسه دي، مميزه جدا وجميله جدا وصغيره جدا وخفيفه جدا، فدي تعتبر من افضل العدسات اللي تبدا بيها يوتيوب ورخيصه جدا. لو جينا بقى لحاجه موجوده في مصر وحاجه هتنفعك في 100 حاجه، ولكن قبل ما نتكلم عن العدسه دي خليني بس اقول لك عيب بسيط كده في العدسه 24، عدسه 24 مللي لو انت جيت تصور سيلفي بيها، تمسك الكاميرا كده تمسكها كده وتتصور سيلفي، هتجيب وشك ويعني يعني حته كده من بطنك، يعني مش هتجيبك كلك، مش هتظبطك. تمام، يعني هتبقى يعني كويسه ومش قوي يعني عاديه. تمام، فانت محتاج عدسه زوم. هنطنش بقى عدسات البرايم ونروح لافضل عدسه زوم ممكن تجيبها لليوتيوب. والعدسه دي ممكن تستخدمها يوتيوب، ممكن تستخدمها في تصوير افراح لو انت يعني مصور او بتحب التصوير، ممكن تستخدمها في تصوير الناس العاديه. عازلها كويس جدا، اضاءتها والشارب بتاعها ممتاز. ايه اضاءتها دي؟ المهم الشارب بتاعها ممتاز جدا، الوانها ممتازه، كل حاجه فيها ممتازه.
هي يا جماعة، وهي ان شاء الله اللي انا قربت بإذن الله هجيبها، هي 1750. طيب يعني ايه 1750؟ 1750 يعني اختي 1855 كده، هي 1750 فتح الحادثة بتاعتها 2.8، فتح الحادثة 2.8، دي كويسة جدا يعني شبه ال 24 مللي. العزل بتاعها كويس جدا جدا يعني مش هيفرق معاك كتير، العزل بتاعها كويس. وسعرها غالي شوية يعني، هي سعرها على سوق دوت كوم 7000 وشوية، 7200 تقريبا سعرها على سوق دوت كوم، يعني ضعف سعر ال 24 مللي. ولكن العدسه دي بقى من 17 لحد 50، تقدر تتصور بيها سيلفي، تمسكها كده سيلفي، تقدر يعني لو انت نازل بلوك او حاجه تقدر تاخد سيلفي ويعني تتصور صح، تظبطك يعني. الفوكس بتاعها ممتاز جدا، كل حاجه فيها ممتازه، العزل ممتاز 2.8 يعمل لك عزل كويس شويتين، طبعا مش زي ال 50 مللي، انا ليه بمسك دي، مش زي ال 50 مللي اللي انا بصور بيها حاليا، ولكن كويس وكل حاجه فيها كويسه. فدي تعتبر افضل عدسه تبدا بيها يوتيوب. ولكن بما انك بقول تبدا يوتيوب فانت مش هيبقى معاك فلوس تجيب العدسه دي، فاكيد دي العدسه اللي انت هتجيبها بعد ال 24 مللي على طول. لو انت جبت ال 24 مللي او ال 50 مللي زي ما انا عملت، فعلى طول هتنقل لل 1750، افضل عدسه انت ممكن تبدا بيها يوتيوب، مفيش بعد كده. 1750 افضل عدسه ممكن تطور بيها القناه بتاعتك، هي دي افضل عدسه، واي حد يقول لك غير كده لا، دي تعتبر افضل عدسه. احسن من 1855 في ايه؟ ان هي اولا ما بتدقش مع الزوم، لو انت عملت زوم العدسه ما بتدقش، يعني فتحت عدسه 2.8 مع الزوم او غير زوم هي كده كده واقفه على 2.8، غير لو انت طبعا حكمت فيها من الكاميرا ممتازه، تعمل زوم لحد 50 مللي من 17 ل 50، يعني تقدر تاخد بيها السيلفي اللي زي ما قلت لك، لو انت بتصور فلوج او حاجه تقدر تعمل بيها حاجات كتيره جدا. فمميزاتها كتيره جدا، ممكن اسيب لك فيديو في الوصف عن مميزات العدسه دي، لان طبعا انا مش خبير كاميرات ومش خبير عدسات، ولكن انا بقول لك عن تجربتي اللي انا دورت كتير جدا. وفي الاخر قلت ايه، بما ان معايا فلوس قليله فانا قلت ايه اجيب ال 1855، هستخدمها في بعض الحاجات، في بعض الحاجات على فكره صورت بيها كام صوره مش وحشه صدقني، يعني العدسه كويسه مش وحشه، فلو جيت تستخدمها فكويسه والله، يعني ما ترميهاش يعني. طبعا لو جبت 50 مللي اعمل اللي انت عايزه، ولكن 50 مللي صدقني في اوضه ضيقه زي دي مش هتحتاج تجيب 50 مللي، هتحتاج ال 1855 لو انت ما معكش فلوس يعني زي حالتي كده. طيب دلوقتي اقول لك على حاجه كده كمان، خلينا نحط ال 1855 ونجرب كده نصور، يلا بينا. وزي ما انتم شايفين يعني الفرق كبير جدا بين ال 50 مللي وال 1855، طبعا انا بهزر ده حاليا كده احنا في ال 1855، ولكن احنا على البعد الطبيعي اللي هو العادي تمام. طبعا مضلم شويه لان الايزو انا عامله عادي وعامل حاجات عاديه يعني مش مزود قوي ومش مقلل قوي، فهتلاقيني مضلم شويه، ولكن ممكن على الايزو يبقى كويس، ولكن برضو الاضاءه عندي مش ممتازه عشان اصور بال 1855 لان اكبر فتحه عدسه فيها 3.5. ولكن دلوقتي انا هوريك بقى البعد، يعني اللي هو لو احنا جربنا نصور من بعيد، تعالى كده نجرب. انتوا كده فهمتوا الفرق بين ال 1855 وبين ال 50 مللي، يعني 50 مللي لما جيت بصور بيها يعني في الحلقات اللي فاتت كنت انتوا والاول حلقه يعني جايباني من نصي تقريبا، ومش جايبه شعري ومش جايبه اي حاجه تقريبا، هنا انا لو وقفت على الكرسي هتجيبني تقريبا يعني. فاعتقد الفرق واضح قوي بين 1855 وبين 50 مللي تقريبا. دلوقتي ممكن تلاقيني اوت اوف فوكس، ولكن مش مهم يعني مش هتفرق، انت اصلا مش شايفني يعني عامه، ولكن ايه انا حبيت بس اوريك الفرق بين 1855 وبين 50 مللي، فرق كبير جدا يعني. خلينا نرجع تاني ل 50 عشان ننهي الحلقه، حاليا كده احنا رجعنا ل 50 مللي عشان ننهي الحلقه. اعتقد انت شفت فرق واسع قوي، او فرق كبير قوي بين ال 1855 دي، وفرق في السعر كبير برضو. دي انا شاريها مستعمله يعني، ما هي مش مستعمله قوي يعني، كانت كويسه سعرها كان 700 جنيه، وسعر ال 50 مللي المستعمله اللي انا اشتريتها وهي برضو ما كانتش تعتبر مستعمله، برضو كان سعرها 2500 وانا كان الضحك عليا. المهم يعني انتوا عارفين الحوار ده. ولكن شفتوا الفرق، فرق كبير قوي بين 50 مللي وبين ال 1855، ففرق قوي، هيبقى الفرق كويس قوي بقى بين ال 17 مللي وال 50، يعني ال 17 50 وبين ال 50 مللي هتفرق معاك جامد. لو انت نقلت او طورت من ال 50 لل 17 50 هتفرق معاك جامد قوي. فحاول انك تشوف العدسه دي، شوف سعرها، لو لقيتها مستعمله الحقها لانها كويسه جدا، تعتبر افضل عدسه لتطوير قناتك في اليوتيوب، افضل عدسه. وان شاء الله هي دي العدسه الجايه اللي هشتريها وبس كده. اتمنى اكون افدتك النهارده، واتمنى اكون يعني استفدت كده النهارده، وكانت حلقه خفيفه بس كده. شكرا عشان شفت الفيديو، ويا ريت ان شاء الله لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه. كنت اول مره تشوفني يعني، يا ريت كنت اول مره تشوفني تشترك في القناه، اضغط على زر سبسكرايب، حاجه تشرف ليا يعني تشترك في القناه عندي بس كده. شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.
استنى ما تقفلش الفيديو قبل، هتقفل حابب ان انا اعمل شاوت اوت لقناه من القنوات اللي انا بحبها جدا. القناه دي هي اللي علمتني تصوير، القناه دي هي اللي عرفتني حاجات كتير قوي عن التصوير، القناه دي عملت مراجعه للعدسه ال 1750 هسيبه لك اسفل الفيديو عشان تعرف مميزات العدسه دي. قناه ممتازه جدا اسمها تصوير المصري، هتلاقي الرابط بتاعها اسفل الفيديو وهتلاقيها برده في شاشه النهايه. حاول ان انت تعمل لها سبسكرايب، قناه بتتكلم عن التصوير لو انت حابب تخش في مجال التصوير. افضل قناه هتعلمك ان شاء الله، قناه بسيطه ما فيهاش مشتركين كتير، فتقدر تتكلم مع الراجل ده مصور محترف، تقدر تتكلم معاه الحقه قبل ما يتشهر، لان لو اتشهر هيتغر ومش هيرد على الناس، فالحقه قبل ما يتشهر، لان الراجل ده هيتشهر ان شاء الله، هيبقى راجل ممتاز جدا، وهو صراحه يعني تصويره ممتاز وشرحه ممتاز هيعجبك جدا. فانزل اعمل سبسكرايب وقناه ممتازه ان شاء الله، ان شاء الله تعجبك وبس كده.